معكم اللاعب احمد محمد عوض، العب فئه الاشبال بنادي الشباب الرياضي او منتخب الكويت للمبارزة. انا ابوي مدرب بنادي الشباب الرياضي، شفت ان اللعبه يعني راح استمر فيها، دشيت المبارزة وابوي دربني، الحمد لله وصلت المنتخب ولعبت بطولات برا. انا دشيت على طول فئه الفلوري، ومن اول ما ابوي مسكني يعني خلاص اعتمدت على الفلوري ولعبت اول بطوله وهذا سويت فيها انجاز وكملت بفئه الفلوري. طبعا الفلوري يعني النقاط تكون مثل من الحفر، عندنا السابر تكون من بدايه الكف، والبيع عند النقاط بكل مكان. بالنسبة حق إنجازاتي في البطولات المحلية، طبعا بلشت ب 2015 أول ميدالية خذيتها برونزية، وبعدها بفئة المسجدين، وبعدها لو وصلت آخر سنة أشبال. كل بطولة لازم أسوي فيها إنجاز بفئة العمرية، عندي 5 ميداليات ذهبية بالكويت بالفردي، وثمان ميداليات فضي، و18 ميدالية برونزية هذا فرد. عندي غير الفرق البطولات الخارجية، عندي عرب وآسيا، وهذه بطولة آسيا لعبنا فرق، لعبنا أول دور مع كازاخستان فزنا عليهم، بعدها لعبنا مع أوزبكستان وخسرنا، خذنا المركز الثالث الحمد لله. بالنسبة حق التمارين، أشوف أنا تمرين المنتخب أفضل من تمرين النادي. تمرين المنتخب من أول ما أدش نسولف مع ربعنا شوي، بعض الأحيان يكون في اجتماع مع المدرب، نخلص الاجتماع نبلش ستريتشات وبعدها نلعب ونسوي نتمرن شوي لياقة شوي لعب. أما تمرين النادي لا، دش يمكن يكون في غشمرة شوية بالنادي، مو جد نفس المنتخب يعني. طبعا معسكرات المنتخب والنادي، معسكرات المنتخب يكون كله جد يعني، من أول يوم نبلش يكون جد. عندنا مثلا إذا سفرتنا أسبوعين عندنا يومين راحة، نتدرب 6 أيام ويوم راحة، 6 أيام ويوم راحة. طبعا رميتي حسين أحمد النصار بكل سفرة مع النادي ومع المنتخب، كل واحد يعتمد على الثاني، مثلا هذا قاعد يقعد الثاني، هذا قاعد يقعد الثاني، ننزل مع بعض نتريق، نخلص الريوق ننطر تحت على ماين الباص ونروح صالة التمرين. معسكراتنا مع النادي تكون يعني تمرين بس بيننا وبين بعض، بس تمريننا مع النادي، ما نلعب مع نوادي أخرى ولا المنتخب مال الدوري اللي مسافرينها. مع المنتخب نلعب مع المنتخبات الباجية وكذي. طبعا اللي دايم يشجعني عشان أتم بالمبارزة أو أتمرن وأبوي، هو اللي دخل المبارزة، هو كل مرة يقول لي تعال تمرين نروح تمرن، ومن أول ما جه المنتخب كمل بالمنتخب، بطولات برا يقول لي روح. وكذلك عمي عبد العزيز عوض وربعي، يا ربعي يعني الأغلب يكون بالتمرين، أروح أتمرن معهم نخلص نضحك نطلع نسولف شوي. طبعا احنا كلاعبين مبارزة نحتاج التغطية الإعلامية، ويكون في اهتمام بالمعدات. حاب أبارك لكم بشهر رمضان الكريم. تمرين برمضان يكون التركيز أكثر شيء على اللياقة، ما يكون على اللعب المبارزة. ما التمرين بالأيام العادية طبعا في الأكثر يكون على المبارزة، التمرين برمضان يأخذ جهد أكثر من التمرين العادي. والتمرين طبعا يكون بعد الفطور، يكون تقريبا مدته 2 ساعة أو 1.5 ساعة. أما بالتمرين العادي تقريبا 3 ساعات تمرين، 2.5 ساعة 3 ساعات. في بطولات رمضان، في بطولات رمضانية، وفي العديد من البطولات صارت قبل، بس احنا ما كنا نلعبها، كنا نشوفها بس. والأجواء حلوة هناك طبعا، في تجمع من الأندية الثانية
ويكون في حماس باللعب. عندنا هالسنة إن شاء الله أول بطولة نلعبها برمضان، بطولة عالم راح تكون بدبي إن شاء الله، ونطلب دعواتكم وإن شاء الله يعني نحقق لكم ميدالية حلوة. أنا قدوتي بالكويت اللاعب علي أحمد النصار، وبطولة قدوتي برا الكويت اللاعب الإيطالي دانيال قرازو، وإن شاء الله نصير نفس مستوى. والله طموحي بالمبارزة الأولمبياد وبطولة عالم والآسيا، يعني هذه الأفضل ثلاث بطولات. طبعا أنا شاركت من قبل بطولة آسيا 2019 وكانت أول بطولة لي خارجية، والحمد لله يعني طحت دور 32، وشاركت بطولة آسيا 2022 بطشقند تحديدا أوزبكستان، والحمد لله خذينا المركز الثالث، وإن شاء الله طبعا نطمح حق الأولمبياد والعالم وآسيا إن شاء الله. حاب أنصح اللي ما يلعب رياضة يدش يعني يشترك بأي مجال يبي، مثلا الكرة عند السلة عند يد عند مبارزة عند وايد ألعاب، والرياضة لها وايد فوايد للعقل فوايد للجسم. وبالأخير حاب أقول لكم خليك رياضي. معكم سعد محمد عبد الله الخميس، ألعب بنادي العربي ومنتخب الوطني وألعب لكرة اليد. صار لي باللعبة 4 سنوات. اللي خلاني أختار اللعبة أبوي، اللي خلاني أحب اللعبة حماس الفريق والمدربين يحفزون اللاعبين. وظيفة مركز الدائرة أنه يحجز ويفتح مساحات حق الزملاء عشان يخترقهم. شاركت ببطولات محلية اللي هي الدوري والكأس. فرق بين النادي والمعسكر، والمعسكر في حصتين تدريب باليوم، والنادي حصة واحدة باليوم تمرن بالأسبوع 6 أيام ويوم راحة. وبداية التمرين لازم نسخن جسمنا وسيور وهذا، والتسخين نسخن الحارس، بعدين ندش بالتكتيك شلون تفادى الإصابات، تنام صح تاكل صح تتمرن بوقت المناسب. أوافق بين الدراسة والنادي، وأول ما أخلص من الدراسة أروح النادي، أخلص من النادي أرجع البيت أتسبح أكل أدرس وبس. قدوتي باللعبة أبوي، أكثر اللاعبين اللي أتفاهم معهم بالملعب عبد الرحمن الكندري، أن أوصل للعالمية وأستمر لفريق الأول. اللي شجعني أخوي وأبوي، إحنا كلاعبين كويتيين ينقصنا الاحتراف ومعسكرات وتنظيم الوقت وتنظيم الأكل ومتى ننام ومتى نقعد. طريقة التمرين برمضان بعد الفطور بساعة ريح شوية بعدين نروح، يكون أقل من الوقت، يعني وقت التمرين يكون أقل من غير رمضان. يعني أنصح اللي ما يلعبون رياضة يشوفون أي رياضة تناسبهم عادي، حتى إذا ما دشيت لعبة وما عجبتك تكمل الثانية والثالثة.